الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بحق وتابعيهم بإحسان وحق إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا حق يا مبين يا من يهدي للحق، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحق وعلى آله الذي كان مظهرا للحق فقذفت به على الباطل فدمغه فإلى هو زائل، والذي قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صلاة تورثنا إرثا من هذا فنكون مظهرا للحق فلا دعوة، وفي أقوالنا فلا كذب، وفي أنفسنا فلا هوى، فنصير حقا صرفا تدمغ به كل باطل وزور، فتحق بنا الحق وتبطل بنا الباطل ولو كره المجرمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا وكيل يا كافي من استكفى، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الوكيل، وعلى آله الذي قلت له كما ورد في الصحيح: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، وقلت له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فكان أفضل وأكمل من توكل عليك ممن خلقت، ولذا أرسلته كافة للناس فكان لهم عامة وكان كافيا لهم ناصحا وهاديا وشفيعا، فلا نبي بعده، فنعم المتوكل ونعم المتوكل عليه. صلاة أتوكل بها عليك في كل شيء، في كل شؤوني الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة، مفوضا أمري إليك، فكن حسيبي وكن كفيلي، يا نعم الوكيل ويا نعم النصير. صلاة نتوكل بها عليك في كل شؤوننا الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة، مفوضين أمرنا إليك، فكن حسيبنا وكن كفيلنا، يا نعم الوكيل ويا نعم النصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم يا قوي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القوي، وعلى آله الذي تبر من حوله وقوته إلى حولك وقوتك، فكان بك يواجه الأعداء ولو منفردا، ولذا قلت له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وجاهد بك وفيك بدليل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صلاة نتحقق بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، فنملك أنفسنا عند الغضب، ونقوى بك على طاعتك ومجاهدة أنفسنا وأعدائنا، فنتحقق بوصفنا وضعفنا لتمدنا بوصفك وقوتك، فلا غالب إلا أنت يا قوي يا متين يا عزيز. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسفح المقطم بالقاهرة رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، أمين. قرأنا بالأمس الحديث 56، حديث غزاة بني قريظة، وقرأنا تعليقات الشيخ في وجهين، الوجه الأول والثاني، ووقفنا على الوجه الثالث. نقرأ الحديث أولا مرة أخرى للتذكرة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير، الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الوجه الثالث يقول يترتب عليه من الفقه أيضا أن المرأة إذا كان عند نازلة لا يمكنه تأخيرها وليس عنده علم بحقيقة حكم الله تعالى فيها أنه يجتهد فيما يظهر له ويعمل عليه، يعني ما يأجلش، يعني ما يطرى عليك نازلة ولا تجد من تسأله فيها ما تأجلش طاعة مولاك وتقول لما بقى ألاقي حد بسألك، بل تجتهد بقدر طاقتك وتشرع في طاعة مولاك بقدر اجتهادك حتى تلقى من تسأله بعد ذلك فتعلم ما فعلته هل كان صحيحا أو كان الأولى أن تفعل غيره، لكن لا تأجيل لطاعة مولاك، لأن الصحابة كانوا ممكن يأجلوا الخلاف ده، لا دول يصلوا العصر ولا دول يعملوا حاجة ويتوقفوا، يعني يبقى في مذهب اسمه التوقف، ما نعملش حاجة طالما احتمال أنه هو يقصد أننا نصليها هناك ولو غربت الشمس، واحتمال ما يقصد أنه هو يعجلنا ولا يقصد نضيعها، طب نعمل إيه؟ طب ما نستنى بقى من قبله، كانوا ممكن يعملوا كده، لكن لا، كل اجتهد على وجهة نظره ثم لما التقوا بالنبي بعد ذلك سألوه. يبقى تفهم من هنا إذا ثرأت عليك نازلة وأنت لا تجد من تسأله فيها من العلماء عليك أن تجتهد بقدر طاقتك وتشرع في طاعة مولاك بقدر جهدك حتى تلتقي بعد ذلك فتصحح أو تؤيد. انتوا عارفين قصة سيدنا عمار بن ياسر لما نزلت آية التيمم وكان هو في سفر ما كانش يعرف كيفية التيمم، فعمل ايه اما اصابته جنابة؟ تمرغ في التراب وقام صلى، فلما راح للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال كان يكفيك ضربة لوجهك واخرى ليديك وخلاص، لكن المهم سيدنا عمار ما اجلش وجبت عليه الصلاة وكان على جنابة ومكان لا يوجد فيه ماء وعايز يصلي وعارف ان ايه ان الماء الارض صعيدا طيبة بس مش عارف الكيفية، فتمرغ وقام صلي، وبعدين لما راح للنبي سأله وعلم الحكم. يعني الصحابة كانت لا تسوف والصحابة كانت لا تؤجل طاعة مولاه، بل الكل يسارع. يترتب عليه من الفقه أيضا أن المرء إذا كان عند نازلة لا يمكنه تأخرها وليس عنده علم بحقيقة حكم الله تعالى فيها أنه يجتهد فيما يظهر له ويعمل به ويعمل عليه، فإذا وجد من له معرفة بذلك الأمر يسأله عما فعل، فإن أخبره أنه قد وافق فعله حكم الله على مذهب أحد علماء المسلمين فقد تخلصت ذمته، وهذا خير كبير يؤخذ ذلك من أنه لما حان وقت العصر وهم بالطريق وما كان فيهم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إن أدركنا الوقت في الطريق فما نفعل، فلو كان فيهم من فعل ذلك لوجب على الكل أن يتبعوه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك الواحد ولم يجز لهم مخالفته، فلما لم يقع كان ذلك تخفيفا من الله ورحمة حتى تتقعد علي هذه القواعد المباركة. كان النبي ممكن يقول لهم لا تصلين العصر إلا في بني قريظة إلا إن أدرككم في الطريق فصلوه ثم استمروا، كان ممكن يقول كده، لكن النبي ترك الأمر كده عشان ينبني عليه تقعيد هذه القواعد والخلاف المذهبي وإقرار النبي على الخلاف المذهبي في حال حياته، فانبنى عليه قواعد هامة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بشيء ويتركه على إطلاقه يكون من مقصود هذا الإطلاق اختبار الأمة وزيادة بيان في شرع الله، لأن النبي لم يجيء بمذهب، جاء بدين، والدين قد يطبق بطرق مختلفة على حسب فهم كل مكلف، وبالتالي النبي جاء بدين ولم يجيء بمذهب، أما المذهب هو طريقة فهم تطبيق النصوص الشرعية على مقتضى الحال
وعلى مقتضى العالم وفهم العالم. فدي نقطة هامة. فلما لم يقع كان ذلك تخفيفا من الله ورحمة حتى تتقاعد عليه هذه القواعد المباركة، فاحتاجوا إلى النظر والاجتهاد بحسب وسع كل واحد منهم في الوقت. فلما اجتمعوا معه صلى الله عليه وسلم أخبروه ليجيز من فعلهم ما يجيز، ليجيز من فعلهم ما يجيز ويرد ما يرد. فأجاز عليه السلام الفعلين معا كما فعل عليه السلام حين صلوا في الظلمة بحسب اجتهادهم، وهم وعلم كل واحد منهم على موضع مصلى، وعلم كل واحد منهم على موضع مصلى. يعني كان في ظلام ومش عارفين يجتهدوا القبلة فين، كانوا في سفر وظلام شديد ولا فيش نجوم فمش عارفين يجتهدوا القبلة ازاي، فصلوا على ايه؟ على حالهم، على اعتبار فإنما تولوا فسر موجودة، وعلم كل واحد ايه الجهة اللي صلى لي كويس. فلما اصبحوا وظهرت المعالم من خطأهم قد اخطأوا القبلة عن اخرهم، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا له طب نعمل ايه، هل نعيد الصلاة ولا ما نعيدهاش؟ فأجاز فعلهم ما قال لهمش تعيد. ففهمنا من هنا ان الانسان اذا فقد القدرة على الاجتهاد يصلي حيثما توجه، فان فات وقت الصلاة ليس عليه الاعادة، كل دي احكام فهمناها. لكن لو علم خطأه وما زال في الوقت بقية عليه الاعادة، كل ده فهمناه من مثل هذه الاشياء. فأجاز فعلهم. فالسؤال من الصحابة بما وقع منهم له عليه السلام كسؤال من لا يعلم حكم الله لمن يكون له به علم بعد نزول ما ينزل به ويعمل فيه بحسب اجتهاده كما تقدم على حد سؤالهما. ونذكر الآن إشارة ما الموجب لخروجهم إلى بني قريظة لما يترتب عليه من الفقه، وذلك أنهم لما رجعوا من الأحزاب وفيهم الجريح الشديد الجرح، وجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل سلاحه، وجبريل عليه السلام قد نزل عليه سلاحه أيضا فقال أتزيل السلاح والملائكة لم تزيلها، وأمره عن الله أن يخرج من حينه ولا يزيل السلاح، ويأمر كل من جاء من الأحزاب من المسلمين أن يخرجوا من حينهم، فخرجوا وإن الجريح منهم خرج وهو يتهادى بين اثنين لشدة جراحه، وكان العدو قد طمع في المسلمين لما نالهم من الجرح والقتل أو من الجرح والقتل، وعزموا أن يأتوا المدينة. فلما سمعوا بخروج المسلمين من حينهم أوقع الله عز وجل في قلوبهم الرعب ورجعوا هاربين، فدفع الله عز وجل عن المسلمين ما كانوا عزموا عليه من أن يغيروا على المدينة. الوجه الرابع، وإن كان العلة هنا مختلفة، العلة دي علة غزوة أحد لما راحوا حمراء الأسد هي دي العلة، فيبدو أن اختلط على الشيخ. لكن علة إبلاء بني قريظة غير علة، لأن في أحد لما رجعوا جرحى وتعبانين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم عودوا مرة أخرى، لأن سمع أن أبو سفيان قائد جيش المشركين في هذا الوقت لأنه لم يسلم بعد، طرح عليه فكرة لما انصرف من أحد، قال لما لم نتبع المسلمين في حال ضعفهم وندخل خلفهم المدينة. فاستغرب الجيش بفعل أبو سفيان وأراد أن يعود ويكر على المدينة، والمسلمون كانوا مشغولون بجراحهم وبدفن موتاهم، 70 قتلوا و70 جريح. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غزوة أحد أمرهم أن يخرجوا من المدينة وتوجهوا إلى منطقة اسمها حمراء الأسد. فلما علم أبو سفيان أن المسلمون عادوا مرة أخرى لملاقاته غير وجهته وعاد إلى مكة وتركه. فدي العلة دي كانت في حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد اللي هي بعد أحد مباشرة.
اللي ذكرها الشيخ، يبدو أن حصل اختلاط. لكن علة إجلاء بني قريظة قلتها لكم بالأمس، أن بني قريظة كان بينهم وبين المسلمين معاهدة، وكانوا في شمال المدينة، وكان الجيش المشركين جاء من جهة الجنوب، وكان في جهة الجنوب الخندق. فلما طال حصارهم ولم يستطيعوا أن يدخلوا المدينة بسبب الخندق، حصل محاورات ومناقشات بين المشركين وبين بني قريظة أن يسمحوا لهم بأنهم يدخلوا المدينة من الجهة الشمالية، وكان اليهود أن يسمحوا لهم بذلك، إلا أن الله عاجلهم بالريح والرعب فانصرفوا. فلما علم النبي أن يهود بني قريظة خالفوا المعاهدة، أراد أن يجليهم في الحال حتى يأمن المدينة من جهة الشمال التي كان فيها اليهود، لأن الغربية والشرقية يعني محمية بالجبلين، ومدخل المدينة مدخل جنوبي ومدخل شمالي، الشمال في بني قريظة والجنوبي طريق مكة. فالطريق مكة ناحية الجنوب كان أمنه بالخندق، فلا يبقى إلا أنه يجلي بني قريظة حتى يؤمن الجهة الشمالية. هذه هي العلة التي لم يذكرها الشيخ، ويبدو أنه حصل اختلاط بين علة غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة، وبين علة إجلاء بني قريظة بعد غزوة الأحزاب وجل من لا يسمع. الوجه الرابع يترتب على هذا من الفقه أن أعظم الأسباب في النصرة هو امتثال الأمر، لأنه يعلم بالقطع أن أولئك المجروحين الذين خرجوا وهم يتهادون بين اثنين أنهم لا يقدرون على قتال ولا يدفعون شيئا، بس لازم الواحد يعرف ان هو لا يقاتل بنفسه ده بالله، ولا يعبد بنفسه ده بالله، ولا يسعى في الدنيا بنفسه بل بالله. فاذا قاس الامور على قوته وجد نفسه ضعيف، لكن اذا قاسها على مراد الله واعتمد على الله، الله سبحانه وتعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عشان كده الصحابة لما النبي قال لهم روحوا وانتوا جرحى عشان تراقوا بني قريظة، كانوا ممكن يقولوا يا رسول الله طب انتظر بس لما نخف، طب انتظر لما نستريح، يعني هم بيقاتلوا بقوتهم وبراحتهم. لا، الصحابة كانوا فاهمين هم بيقاتلوا بالله مش بيقاتلوا بنفسهم ده بالله، عشان كده خرجوا وهم جرحى، لأنهم يعلمون. حتى درجة أن الصحابي العادي لما كان يجي يحكي اللي بيحصل له في المعركة يقول إيه، وبرزت فلان فقتله الله، ما يقولش قتلته. شوف قد إيه العقيدة اللي عندهم، حاسس أن الحكاية كلها بالله، لأن المسألة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إحنا نقول إيه، المصريين هم حيوية وهزم وحيوية وإيه وعزم وهمة، وبعدين خربنا بلدنا، قاعدين بس ايه نتدلع وخربنا بلدنا، محدش خرب بلده زي المصريين ما بيخربوا بلده، مش عارف ايه المشكله. واتضح ان العيب في مصر هو المواطن المصري، فلازم المواطن المصري ده يغير نفسه وما يتخيل وما يعملش نفسه بقى ان هو بيفهم كل حاجه، يقول لك احنا اللي دهنا الهوا دوكم، وبعدين كل الناس سبقونا واحنا قاعدين في مكاننا. قال ليه؟ لان هو دهن الهوا دوكم، اصله بيشرب الحشيش يقوم يجي له شويه هلوسه ويفتكر نفسه ان هو عمل كل حاجه، وهو قاعد في مكانه وقدامه الجوزه ما عملش حاجه غير كده. فنبطل بقى شغل الحشيش ده ونفوق تاني مره اخرى، ونعتمد على الله ونستعين بالله ونجتهد في طاعه مولانا زي ما الصحابه كانوا بيعملوا، والا هنخرب بلادنا وهنخرب ديننا بايدينا. فلازم نرجع تاني نشوف الصحابه كانوا ازاي بيعبدوا ربنا بالله. جرحى وتعبانين، عارف انت جريح يعني في الزمن بتاعهم الجرح، ما كانوش عندهم مثبتات حراره مخفضات حراره، ما عندهمش ولا عندهم مضادات حيويه. الجرح بعد يومين لابد يرفع حراره المجروح 40 درجه، يعني كانوا عندهم حمى، واللي بيترعش واللي نزف واللي جرحه كله صبيط ومتألم ألم شديد وماشي يتهالى من الاثنين، رايح يعمل ايه؟ يقول لك احنا هنروح نحارب بني قريظة. تحارب ايه انت يا محموم؟ عشان تعرف حالة الصحابة كانوا عارفين ان هم بيحاربوا بالله مش بنفسهم. دي نقطة هامة مهمة تاخد بالك منها، مش تقول اصلهم جرحى وماله جرحى، لا جرحى ازاي؟ ده ضربة السيف وضربة الرمح اما بتكسر او بتكون قوية جدا لدرجة انها تكون جائفة وممكن تعرض الجرح
والجروح ايامها كانت ايه؟ علشان تخف لازم تمر بمرحله الصديد، ما كانش فيه بقى خياطه، فكان يمر بمرحله عشان يمر بمرحله الصديد يعني يقعد اسبوع في حمى، وجرحه بيجيب صديد ودم وجرح وغياب كل يوم والام مبرحه، وبعد الاسبوع ده الحراره تخفض ويتبقى الجرح يخف في 3 أسابيع الى شهرين. هي دي الطريقه العاديه لالتئام الجروح، وهم في الحاله دي يروحوا يحاربوا. عشان تعرف ان الصحابه دول كانت همه عاليه. انت هنا تيجي تصلي ركعتين في نص ساعه، تقعد طول عمرك تقابل ولادك واحفادك واصحابك، انا صليت على فكره ركعتين في نص ساعه، يعني ايه اللي نص ساعه؟ ما انت واقف في امان الله وفي التكييف العطلان. يعني في امان لا مجروح ولا حاجه. والسحور هيجي لك في قفاك وانت بتصلي، ولا هتخرج تدور ولا يعني احنا منعمين. وبالرغم من كده كل واحد يمن على الله بطاعته. قول انا ختمت ختمتين وانا ختمت 3، ختمت ايه؟ ده ربنا اللي ختمه على لسانك. انت لا تقوى على شيء، انت بتعبد ربك بالله وبتجاهد في الدنيا بالله. انت ولا حاجه، انت لا حول ولا قوه الا بالله. هو العدم ليه قوه؟ ده انت عدم، انت اصلا عدم. وجودك ده وجود مجازي، لولا تجلي الله بصفة الوجود ما وجدت. فهي كلها وجه تجلي وجه الله. وعشان كده قال لك ايه؟ كل من عليها فان ويبقى ايه؟ وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل من عليها فان، لما يقول فان يعني فان الان وفي الاستقبال. طب واللي بقى ايه؟ وجه تجلي ربك هو اللي موجود. فلولا تجلي هذا الوجه في الاكوان ما وجدت اكوان اصلا. فهمت بقى المساله؟ الصحابه كانوا عايشين المعنى ده. عشان كده النبي يقول لهم روح، يقول له حاضر، مش يقول له اصل انا معذور، انا عندي مغص، انا مش عارف ايه، انا محموم، انا بترعش. ما فيش الاعتذارات دي، لما الاعتذارات دي بتاعتنا، لان انت لما حد بيكلفك بمهمه وبتظن ان المهمه هتقضيها بقوتك، فتنظر لقوتك تلاقيك ضعيف، تقوم ايه؟ تعتذر. اعرف انك انت بتؤدي كل شيء بالله، وبالتالي لو تعبان قوم صلي، هيقويك تصلي. لو مرهق شويه زق تعبك شويه هتنتج. لا يجي يصلي يقول انا جعان، ياكل ياكل، يكبس عليه النوم، يقول طب اما انام، هو ما صلى. ينام يروح عليه نوم لانه اصله كبس. يبص في الساعه يقول ايه؟ اتاخرت على الشغل، اروح اصلي في الشغل. يروح الشغل يلاقي ايه؟ الشغل امتلت. وهكذا يقعد ايه؟ يأجل 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 يأجل، وتتراكم عليه الاعمال وهكذا. ده اللي احنا ايه؟ الجيل بتاعنا جيل ايه؟ التنبله، جيل التنبله. ايه يعني ايه تنبل؟ يعني كسول باللغه التركي، بس المصريين استعملوها بقت في لغتهم العاميه العاديه، لان اختلطوا. بيقول لك تنبل، تنبله السلطان، يعني الناس احنا بقى تنبله السلطان يا سيدي. فربنا ينجينا. فشفت انت الصحابه؟ نقرا بس الوجه ده علشان يبين لك الصحابه دول قد ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول والله لو انفق احدكم مثل احد ذهب في سبيل الله لا يبلغ مد احدهم ولا نصيب. ما يجيبش ثواب كبش التمر تصدق بيها صحابه، لان تصدق بيقين حاجه تانية، بتوكل، بتفويض، برضا، بحب للنبي، بمصارعه على الطاعه. مفيش غل، مفيش انتقام، مفيش مفيش مفيش. انما انت بتجيب احد ذهب ده لو طولته اصلا بتنفقه، قلبك مليان غل ومليان انتقام، وعندك طول امل وكسول ومتهاون وقطع رحم، فهتوصل لفين؟ عشان تعرف هذا الجيل ده جيل مختلف رضي الله عنه. نقرا الوجه الثاني بس. يترتب على هذا من الفقه أن أعظم الأسباب في النصرة هو امتثال الأمر، لأنه يعلم بالقطع أن أولئك المجروحين الذين خرجوا وهم يتهادون بين اثنين أنهم لا يقدرون على قتال ولا يدفعون شيئا، فلما امتثلوا وفوضوا الأمر لقدرة الآمر اللي هو ربنا نصرهم الله بلا قتال ولا شيء تكلفوا.
راحوا لبني النضير لبني قريزة حصروهم حصروهم، بس ربنا ايه ألقى الرعب على بني قريزة، استسلموا وطلبوا ان يحكموا فيهم مين؟ سعد بن معاذ. جاء سعد بن معاذ، عشان سعد بن معاذ كان ايه اخوهم من الرضاع ومتربي معاهم وجانهم تجار. فسيدنا سعد حكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم ونساؤهم وتؤخذ اموالهم. كل ده اللي هيعملوا فيهم كده مين؟ مجروحين وضعاف ومحمومين ويمكن واقفين على رجليهم كمان مش راكبين فرس. فهمت بقى ليه؟ لان ربنا القى في قلوب دول الرعب. ورحصون، دول قاعدين ورحصون معاهم الذهب ومعاهم السيوف ومعاهم كل حاجه، لكن ينظروا لهؤلاء الجرحى ربنا يخليهم قدامهم اسود يخافوا وينزلوا على رايهم. ليه؟ لان الامر كله بيد الله، الامر كله بيد الله من قبل ومن بعد. لو حكامنا فهموا كده ما كانوش اليهود استفحلوا معانا، لكن حكامنا بيوزنوا الامور. اليهود عندهم كم دبابه وهو عنده كم دبابه، اليهود عندهم كم طياره واحنا عندنا كم طياره، بيوزنها بالميزان اللي هو الميزان العسكري المعتاد. وعمر ما المسلمين انتصروا على اعدائهم بميزان عسكري معتاد في اي موقع من المواقع. اقعد اقرا غزوات المسلمين كده وحروب المسلمين من ايام النبي لحد فتوحات الشام ومصر والعراق، لا تجد اي موازنه عسكريه تمت في اي معركه. لكن لان النصره كانت من الله، لكن هم عرفوا اعدائنا يسلبون التفويض والتوكل والاعتماد على الله، فربوا اجيال بتعتمد على الاسباب. فلما طلعوا اجيال تعتمد على الاسباب ونسيوا التفويض والتوكل، تولوا امر المسلمين، صاروا هم الحكام وهم قوات الجيش. فيجي قائد الجيش يقول لك احارب ازاي؟ هو انا اعرف احارب؟ دول ما هم عندهم وعندهم وعندهم. فبقينا ايه؟ كلام مباح. وارخص دم هو دم المسلمين. واصبح اموال المسلمين غنيمه بارده في يد اعداء المسلمين. هو ده اللي احنا وصلنا له. فلما امتثلوا وفوضوا الامر لقدره الامر نصرهم الله بلا قتال ولا شيء تكلفوا، لانهم فهموا ان المقصود منهم الامتثال، وان النصر هو المنعم به تصديقا لقول عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك سنة الله تعالى في عباده إلى يوم الدين، من نصره نصره، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ونصرة الله من عبده هي اتباع أمره واجتناب نهيه. إن تنصروا الله ينصركم. هتنصروا الله يعني إيه؟ يعني تنصروا على نفسك، على شهواتك، على غفلاتك، تمتثل أمره. فإذا نصرت الله بامتثال أمره نصرك الله سبحانه وتعالى على عدوك وعدوه. الوجه الخامس فيه دليل على أن فحوى الكلام كالنص يعمل به. يعني إيه فحوى الكلام؟ يسموه دلالة المفهوم عند علماء الأصول، أو قوة الكلام يسموه قوة الكلام، أو يسموه فحوى الكلام، أو يسموه دلالة المفهوم. كلها تعبيرات لمعنى واحد. إيه هو؟ الأوامر الشرعية عبارة عن جمل، افعل أو لا تفعل، دي جملة منطوقة مش كده برضو؟ فالمنطوق دلالته هي دلالة اللفظ حال النطق، دي دلالة منطوق. تقول لي الكتاب ده بكام؟ أقول لك بعشرة جنيه، يبقى بالمنطوق ده بعشرة جنيه مصر، خلاص دي بالمنطوق. طب وبالمفهوم؟ انه مش بتسعة جنيه ولا بسبعة جنيه ولا باسترليني ولا بدولار ولا كنت املكه بل اشتريته. فهمت ده كله في حين ان انا ما قلتوش؟ فهمته بقوة الكلام، بفحوى الكلام، بدلالة المفهوم. يبقى المفهوم هو دلالة اللفظ عند السكوت، والمنطوق دلالة اللفظ عند الكلام. واضح؟ يبقى هنا
فحوى الكلام النبي قال لهم ايه؟ لا تصلين العصر الا في بني قريظة. يبقى نفهم من المنطوق هنا ان احنا ما نصليش العصر الا في بني قريظة. بالمفهوم بقى فهمت؟ ففي ناس مشيت مع ايه؟ مع فحوى الكلام، فحان عليهم العصر في الطريق، قالوا لا، ما هو النبي لما يقول لنا لا تصلين العصر في بني قريظة معناه مش هنصلي الا في بني قريظة، يعني معناه ما تصلوش الا في بني قريظة ولو غربت الشمس. فهم دي الطائف فهمت كده، وقفت مع ايه؟ دلالة المنطوق والمفهوم معا، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة اللي هو يعني ايه؟ اما يقول لك لا تصلي انا عصر بني قريظة معناها ما تصليهوش في اي حتة تانية، ده مفهوم المخالفة. فهمت بقى ازاي؟ التانيين لا، الفئة التانية فهمت من فحوى الكلام معنى تاني، لا تصلين العصر إلا في بني قريظة إن أدركتموه هناك، فإن خفتم أن يضيع منكم فصلوا حيثما كنتم. فيبقى فهمه من دلالة قوة الكلام أمر بصلاة العصر قبل أن يفوت وقته ولو في غير بني قريظة، من قوة الكلام اعتمادا على الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا، وان النبي مش معقول يامرهم ان يفوتوا العصر قبل الشمس عليهم، ده عرفوها منين؟ من العاده المستقره والقاعده المستقره عندهم. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى في حاجه اسمها دلاله المنطوق ودلاله المفهوم. هنا بقى بيقول لك فيه دليل على ان فحوى الكلام كالنص، يعني عايز اقول لك ان المفهوم يعتبر نص شرعي. لما ربك يقول لك مثلا ايه؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، المنطوق يقول لك ما تتأففش لامك وابوك، لكن ما قالكش ما تضربوش، يعني معنى كده ان انا ممكن اضربهم وما اقولش اف؟ افهم من المنطوق كده ان يعني ممكن اضربهم بس ما اقولش اف، ابقى مبتسم كده امسك العصايه دي ما اقولش اف، انا ممتثل للامر. ما ينفعش ليه؟ لان انا فهمت من خلال المفهوم وانا متعبد بالمنطوق والمفهوم، مش متعبد بالمنطوق بس، ان المنطوق دل على ان اف هي اقل الايذاء، فدل على ان النهي مطلق الايذاء. بالمفهوم، المفهوم هو لو في حاجة اقل من اف كان ربنا قال اقل ايذاء انك تتأفف، فمعناه ما تأذيهمش أقل إيذاء ولو بالإشارة ولو بالنظرة. يبقى معناه من باب أولى لا تضربهم، من باب أولى لا تؤلمهم، من باب أولى لا تعصاهم. يبقى يسموها إيه؟ دلالة المفهوم من باب أولى، وهي دلالة مفهوم موافقة. يسموه مفهوم إيه؟ موافقة، لأنه موافق للنص. فهمت بقى المسألة؟ ولا تأكلوا مال اليتيم، يقول لي لا انا مش هاكل مال اليتيم بس هلبسه، هجيب مال اليتيم واحوله للبس، اشتري لبس واحوله العربيه، وانا باكل العربيه انا بسوق، ده شغلي ايه؟ ربنا بيقول لا تاكل مال اليتيم، انا مش هاكل، هجيب ليها عربيه، هجيب ليها شقه اسكن فيها. شفت بقى؟ لا، ولا تاكل مال اليتيم معناه لا تضيع مال اليتيم في اي شيء، ولو كان اكلا وحاجة الإنسان للأكل أشد حاجاته لأنها متكررة. فكأن ربنا بيقول لك ما تضيعش مال اليتيم ولو في ضرورياتك التي تحتاجها ولا تستغني عنها. وضرب المثال في الأكل. عرفنا ده منين؟ من دلالة المفهوم، لكن لو وقفنا على المنطوق دون المفهوم يبقى ممكن ألبس مال اليتيم، أركب مال اليتيم، أسكن في مال اليتيم وما أكلوش بس. يبقى إيه؟ ربنا تعبدنا بقوة الكلام. فحوى الكلام، مفهوم الكلام. يبقى عندنا شرع بالمنطوق وشرع تاني بالمفهوم. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة مهمة لازم ناخد بالها. عشان كده بيقول لك ايه؟ فيه دليل على أن فحوى الكلام كالنص يعمل به، كالنص يعني دليل شرعي. أدي معنى النص، النص هو الدليل الشرعي الذي لا يقبل تأويل. لكن الظاهر دليل شرعي يقبل التأويل، يبقى عندي النص والظاهر.
النص يقول لك مثلا ايه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله. النص ما ينفعش اخليهم 11 يوم ولا 8 ايام، فاهم؟ لان ده اسمه نص، يبقى نص والذي لا يحتمل تاويله. فهمتني بقى ازاي؟ لكن لما يبقى في امر يحتمل عده تاويلات، يبقى هنا بقى في الحاله دي نشوف اذا كان في تاويل راجح اسميه الظاهر، واذا كان تاويل مرجوح اسميه ايه؟ التاويل. يبقى عندي النص اللفظ قد يكون معناه لا يحتمل معاني كثيره الا معنى واحد، فان احتمل معنى واحد بس، لا يحتمل الا معنى واحد اسميه نص في المساله. طب احتمل معنيين، احدهما رايح والاخر مرجوح، الرايح يسموه ظاهر والمرجوح يسموه تاويل. فاهم؟ عرفت الفرق بين الظاهر والتاويل؟ يبقى انا امشي مع الظاهر ما امشيش بقى مع التاويل، لا اترك الظاهر للتاويل الا بقرينه اخرى، ادور على قرائن اخرى وهكذا. كل دي عشان ترتب عقلك في فهم النص الشرعي بطريقه منضبطه حتى تعبد الله على بصيره. فهمت بقى المساله؟ عشان كده لما تدرس اصول الفقه تلاقيه يرتب مخك. علم اصول الفقه لتناول مثل هذه القضايا يرتب مخك، يخليك تسمع النص. قد يكون الامر يقصد به الاباحه، ويقصد به التخيير، ويقصد به الارشاد، ويقصد به الوجوب، ويقصد به الاستحباب. فهم؟ فانا هميزه ازاي؟ لازم افهم بقى، اميز، اشوف بقى القرائن المحيطه بالنص بالامر. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يبقى لازم اكتبها، يعني لازم واجب، يعني لو سلفت واحد حاجه وما كتبش انا اثم، ولا فاكتبوه لي على سبيل الارشاد؟ معناها امر، فاكتبوه. ما هو الامر ممكن اقول ايه؟ انه امر واجب. ما هو الامر اصلا في اللغه دلاله على الوجوب. لكن يجي العلماء يقول لك لا، ده فاكتبوه. الامام الشافعي يقول لك فاكتبوه لي للارشاد. طب وليه يا امام؟ هل لانها تخالف اصل وهي حريه تصرف الانسان في ماله؟ فالاصل انك انت حر تتصرف في مالك كيف شئت، تديه لواحد بدون ما تستوصف او تديه وتستوصف. فلما كان الاصل حريه التصرف ثم جاء هذا الامر، يبقى هذا الامر جاء للارشاد بقرينه اصل حريه التصرف في المال. شفت طريقه كلام الائمه؟ وهكذا بقى ايه كتير، زي مثلا ايه؟ كل واشربوا ولا تسرفوا. كل واشربوا ده امر، كل امر. لكن كل العلماء قال ده امر للاباحه، يقصد بيه الاباحه. فهمتني ازاي؟ وهكذا. يبقى الامر قد يكون للاباحه وقد يكون للوجوب. اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ده للوجوب. هنعرف ازاي؟ الا لما ندرس اصول الفقه اللي بيها نرتب عقلنا ونفهم كيفيه فهم النص الشرعي ودلالته على الاحكام الشرعيه المختلفه. فرضي الله عن الامام الشافعي الذي وضع علم اصول الفقه من عقول ووجدان الفقهاء اللي ورثوه عن الصحابه. كان الامام الشافعي عاش في البيئه العلميه دي اللي ورثت هذا الفهم من الصحابه، واللي عمله الامام الشافعي انه صاغ هذا الفهم في سوره الفاظ وقواعد. مش هو اللي ورع العلم، لا، العلم ده كان موجود في عقولهم وفي صدورهم عندما ينفذوا الاحكام. الصحابه هم لما اختلفوا ما كانش دارسين اصول فقه، لكن واحد نظر للمقاصد والثاني نظر للامر الاصلي والثاني نظر لظاهر اللفظ. الله، ده في واحد ده دارسين اصول فقه اهو، بس اصول فقه كانت عندهم سجيه، وفضل الاجيال تيجي ورجيل ورجيل من الفقهاء عندهم اصول الفقه علم سجيه. الامام الشافعي بعد اللي مات سنه 204 هجريه خاف لحسن بدخول غير المسلم غير العرب في الاسلام ان سجيه الفهم اللغه تضعف، تقوم تيجي تسمع النص ما تعرفش تستنبط منه الاحكام. فالامام الشافعي بسبب غيرته على هذا قال ايه؟ قال ما اعوذ والله اجمع لهم كل الحاجات اللي كانت في عقول الصحابه وبيها بيفهموا النص النبوي وامر ربنا، اقعدها لهم في قواعد. فعمل ايه؟ كتاب الرساله رحمه الله ورضي الله عنه.
وببركة هذا العلم الإمام الشافعي دخل الجنة بمقدمة كتاب الرسالة. ما الربيع الجيزي شافه، الربيع الجيزي ده تلميذه في مصر، وكان ليه اتنين تلامذة في مصر، الربيع المرادي والربيع الجيزي، دول تلامذة الإمام اللي هم إيه ناقل المذهب القديم في مصر. الربيع الجيزي شاف الإمام الشافعي بعد وفاته في رؤيا، فبيقول له ماذا فعل الله بك يا إمام؟ قال أدخلني الجنة بصلاتي على النبي في أول كتاب الرسالة. يعني ببركة هذا الكتاب بالمقدمة مش بالعلم نفسه، من أول سطرين فيه داخل الجنة، فما بالك بالباقي. رضي الله عن الأئمة. إيه هي الصلاة دي؟ الصلاة المشهورة، الصلاة الشافعية المشهورة، نقولها مع بعض. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات إلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ونكتفي بس عشان واحدة إلا ربع، احنا عندنا وقالين قضايا عليكم السحور. ليه القصير قوي؟ مش لاحقين نصلي، مش لاحقين والله، ما عارفين نعمل حاجة. ايه ده؟ ليه القصير جدا؟ واحدة إلا ربع، ايه ده؟ ولسه عندنا 8 ركعات و8 تانيين، ادي 16 ركعة و3 وتر وسندوتش فول وسندوتش طعمية وفرنية، شوف كل ده عايزين نعمله قبل الفجر، وكوباية شاي، يعني عندنا شغل جامد. أيوة الأجر الخمسين، هنا أجر المجاهدة، أجر أنك لا تجر على خير أعوان. بس يعني 50 منكم لو كنتم في زمانهم، فاهم؟ وخد بالك إن العملة تختلف، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيخلي حسنة الصحابي ب 700 ضعف، ويخلي حسناتك أنت ب 10 بس، يبقى الصحابي 10 ضربهم ب 700، وانت بالك 10 في 50 ب 500، الدور لك 500، يبقى مين اللي كسب؟ الصحابي برضه. فهمت بقى ازاي؟ افهم. اللهم يا متين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المتين وعلى اله الذي جاء بالدين المتين وكان مع الكفار لا يداهن ولا يلين، صلاة تعيننا على أن نتوغل في هذا الدين المتين برفق بلا إفراط ولا تفريط، ونتجنب التنطع في الدين يا قوي يا متين. اللهم يا ولي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الولي وعلى آله الذي توليته فتولاك، وكنت وليا لمن والاه وعدوا لمن عاداه، صلاة تجعلنا من أهل ولايتك بالإيمان والتقوى، فتتولانا بالعناية والرعاية والنصرة يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حميد يا محمود الذات والصفات والأفعال، يا حامد كل من أطاعه واتبع هداه، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحميد وعلى آله المحمود في الأرض والسماء، أحمد حامد لله فهو الحامد المحمود صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلاة تجعلنا محمود العقائد والأقوال والأفعال، حامدين لك على كل حال حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك كما ينبغي لجلال وجهك وجمال ذاتك وعظمة سلطانك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير.